الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالسند المتصل إلى الإمام البرزنجي رحمه الله تعالى أنه قال: قال أبتدئ إلا باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما ناله وأولاه، وأثني بحمد موالده سائغة هنية منقطيا من الشكر الجميل مطايا، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في المرر الكريمة والجباه، وأسلمه الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه، وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه، وأنشر من قصة مولد النبوي الشريف برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقلا تحل المسامع بهدى، وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر الله اللهم روضه الشريف.
الجنة ونعيمها سعدا لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت لصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتم ارتقاء العليا ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمامه ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وصمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان هذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه فعظم من أبد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى وبدأ
الطالب وابنه عبد الله. عبد الله يا أمين.
Oh,
أتياه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سخمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح تسعة أشهر قمرية وآل للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده الشريف آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا عقل وفهم الله الله رب
من سواك خلقا. الله الله ربي حي وباقي، ومن يخلق مثيلك في الرجال. الله الله ربي حي وباقي، وكفاك الحسن أكمله وخصك. الله الله ربي حي وباقي، خرج معه
معه صلى الله عليه وسلم نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فرآه غاما بطاح مكة داره ومغناه صدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع نجوما شروان سمكه وسواه وسقط أربع عشر من شرفاته العلوية وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعرام وخمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدر المنير وإشراق محيا وغاضت محيرة ساوى وكانت بين همذان وكن من البلاد العجمية وجفت تلك الفواكف موجها الثجاج ينابيعها تلك المياه وفاض وادي سماوة وهي مفازة في فلات وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقع للظمآن لها وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعتد شجره ولا يختلى خلاه اختلف في عام ولادته صلى الله عليه وسلم وفي شهرها وفي يومها واختلف في عام ولادته صلى الله عليه وسلم وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين تالي عشر شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله تعالى عن الحرم وحماه بك عبد المصطفى
بالنبوة ختما ووزناه فرجح بألف من أمته أمة الخيرية ونشا صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حال سباه ثم ردته إلى أمه وهي به غير سخية حذرت من أن يصاب بمصاب حادث تخشاه ووفدت عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الرضية فحباها من حبائه الوافر بحياه وقلبت عليه يوم حنين فقام إليها وأخذته الأريحية وبسط لها من ردائه الشريف بساط بره ونداه والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية وقد عده ما في الصحابة جمع من ثقات الرواة حضر الله إن شاء الله شفيع العباد إن شاء الله
كل مسلم أتاكي الله. الله يرحم الخليل ابنك يا كعبة ربي أباكي، يا كعبة ربي أباكي. الله يرحم كل مسلم أتاكي، الله يرحم كل مسلم أتاكي. هذا الركب سائر إلى الهادي، إلى الهادي فيه المأمون والأمير. الله الله فيه المأمون والأمير. الله الله هذه ليلة مباركة وميمونة، ميمونة ترضى من صلى عليه. الله الله يرضى من صلى عليه. الله الله صلى الله عليك يا سيد الأسيان، سيد الأسيان طه السراج المنير. الله الله طه السراج المنير. الله الله هذه ليلة مباركة وميمونة، ميمونة يربح من صلى عليه. الله ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 سنين فخرجت به أمه إلى المدينة النبوية، ثم عادت فوافتها بأقواء أو بشعب الحجون الوفاة، وحملته حاضنته أم أيمن الحبشية التي زوجها بعد من زيد بن حارثة مولاه، وأدخلته على عبد المطلب فضمه إليه ورق له أعلى رقية، وقال إن لابني هذا لشأن عظيم فبخل لمن وقره ووالاه. ولم تشك في سفاه رجوعا ولا عطشا قط نفسه الأبية، وكثيرا ما غدا فاغتدى ماء زمزم وكف كفاه. ولما أنيخت بفناء جده عبد المطلب بقايا المنية كفله عمه أبو طالب شقيق أبيه عبد الله، فقام بكفالته بعزم قوي وهمة وحمية، وقدمه على النفس والبنين ورباه. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 12 سنة رحل به عمه أبو طالب إلى البلاد الشامية، وعرفه الراهب بحيرة بما حازه من وصف النبوة وحواه، وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيه، قد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي أواه، وإنا نجد نعته في الكتب القديمة السماوية، وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلا. وأمر عمه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل دين اليهودية،
فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بصرى. تذوق سيق الموت
كما مات قيس بالغرام معلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحبيب رسول الله. سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة الفتية، ومعه غلامها ميسرة يخدمه ويقوم بما عناه. ونزل تحت شجرة لدى صومعة مسطور راهب نصرانية، فعرفه إذ مال إليه ظلها الوارف وأواه. وقال: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ذو صفات نقية ورسول قد خصه الله بالفضائل وحباه. ثم قال لميسرة: في عينيه حمرة استظهارا للعلامة الخفية. فأجابه بنعم، فحق لديه ما ظنه فيه وتوخاه. ثم قال لميسرة: لا تفارقه وكن معه بصدق عزم وحسن طوية، فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوءة واجتباه. ثم عاد إلى مكة فرأته خديجة مقبلا وهي بين نسوة في علية وملكان على رأسه الشريف بالطح الشمس قد أظلاه. وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قاله الراهب، وأودعه لديه من الوصية. وضاعف الله في تلك التجارة ربحها ونماه، فبان لخديجة بما رأت وبما سمعت أنه رسول الله إلى البرية، فخطبته لنفسها لتشم من الإيمان به طيب رياه. فأخبر أعمامه بما دعته إليه هذه البرة النقية، فرغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب، كل من القوم يهواه. وخطب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله بمحامد سنيه، وقال: وهو والله بعد له نبأ عظيم، له نبأ عظيم يحمد فيه
فزوجها منه عليه الصلاة والسلام أبوها، وقيل عمها، وقيل أخوها لسابق سعادتها الأزلية، وأولدها كل أولاده إلا الذي باسم الخليل سماه. الله الله
Yeah.
فلج الأسنان واسع الفم حسنه
واسع الجبين ذا جبهة هلالية سهل الخدين يرى في أنفه بعض حديدا من حسن العرين أغنى بعيد ما بين المنكبين سبط الكفين ضخم الكراجيس قليل لحم العقب كث اللحية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلا وعرقه كاللؤلؤ وعرفه اطيب من النفحات المسكية ويتكفأ في مشيته كأنما ينحط من صبب ارتقى فكان يصافح المصافح بيده الشريفة فيجد منها سائر اليوم رائحة عبادية ويضعها على رأس الصبي فيعرف مسؤوله من بين الصبية ويدرى يتلألأ وجه الشريف تلألؤ القمر في الليلة البدرية يقول ناعمه لم أرى قبله ولا بعده مثله ولا بشر يراه وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نعله ويرفع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا يدقعه الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهدى ويعصب على بطني الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذابا فأبى وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللقاء ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه وها هنا وقف بنا جواد المقال عن الطراد في الحلبة البيانية وبلغ ضاعف الإملاء في فدافع الإيضاح منتهى اللهم روضة الشريف بعرف شبيه من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم النور شافعنا
تتنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه. يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية، يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه، يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه، ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه، وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة، وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله، وبحملة شريعته للمناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله، أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية، وتنجح لكل من الحاضرين مطلبه ومناه، وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية، وتحقق لنا من الآمال ما بك ظنناه، وتكفينا كل مدل همة وبلية، ولا تجعلنا ممن أهواه هواه، وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية، وتمحو عنا كل ذنب جريناه، وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة، وتديم عمن سواك غناه. اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية، وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة رخية، واسقنا غيثا يعم ثياب سيبه السبسب ورباه. اللهم اسقنا غيثا يعم ثياب سيبه السبسب ورباه. اللهم اسقنا غيثا يعم ثياب سيبه السبسب ورباه. واغفر لناسج هذه البرود المحضرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتماه، وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية، واجعل مع المقربين مقيله وسكناه، واستر له عيبه وعزه وحصره وعيه، وكاتبها وقارئها ومن أصاخ إليه سمعه وأصغاه. اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية، وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه، فشنفت الآذان من وصفه الذري بأقراط جوهرية، وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود حلاه. وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لأشرف المرسلين الثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.